السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الكورة مع الشنطوري على قناة الصحة والجمال. إن شاء الله النهاردة نقدم حلقة تكون جريئة ومثيرة، فيها كواليس وأسرار كتير إن شاء الله نستمتع بيها كلنا مع بعض. وما تنسوش طبعا حضراتكم كوباية الشاي أو كوباية العصير وريلاكس خالص، وإن شاء الله نقدر نقدم لك مادة تكون قوية وتستمتع بيها كل من بيتفرج علينا أو بيشاهدنا. طبعا البداية بتكون بسؤال الحلقة، وهو ما هو رأيك في التجربة الأولى لمنتخب مصر مع الكابتن حسام البدري أمام بوتسوانا، اللي انتهت طبعا بفوز منتخب مصر بهدف نظيف. طبعا حضراتكم تشاركونا آراءكم على صفحتنا على الفيسبوك الكورة مع الشنطوري، وطبعا في الفقرة اللي جاية إن شاء الله هنقرأ بعض من تعليقات حضراتكم وهنعلق عليها بإذن الله. طبعا هناك في البداية صواريخ شنطورية كالمعتاد وكما حضراتكم متعودين مننا عليها. الصاروخ الأول النهاردة معانا، وهو صاروخ مهم جدا، من هو المدرب العام رقم واحد الأول في الجهاز الفني لمنتخب مصر؟ هل هو الكابتن أحمد أيوب؟ هل هو الكابتن طارق مصطفى؟ أنا بحذر من مشاكل هتحصل في جهاز منتخب مصر، ويمكن الكاميرا بينت بعض الملامح من ده امبارح في المباراة بتاعت بوتسوانا، ودي هتبقى مشكلة كبيرة جدا. الخبر أو الصاروخ التاني معانا، كابتن حسام البدري مدير فني قدير، قيمة كبيرة كلنا وراه بندعمه، ولكن بنصح الكابتن حسام البدري إن طبعا هو لما راح بيراميدز في شريحة كبيرة من جمهور الأهلي غضبان منه، فما أعتقدش يا كابتن حسام اللي من الأنسب إن أنت تصالح جمهور النادي الأهلي على حساب منتخب مصر بالبلد. يعني ما ينفعش حضرتك بتضم كل فرقة الأهلي وفي لعيبة تانية أحسن منها في أندية أخرى ما بتتضمش، مش معنى إن أنت تضم لعيبة الأهلي كلها عشان جمهور الأهلي يعني ينسى المشكلة اللي ما كانت ما بينك وما بينهم، وده ما يصحش على منتخب مصر وسمعة منتخب مصر، وفي الآخر حضرتك اللي هتدفع الثمن. فأنا أرجو إن أنت تعيد حساباتك في بعض اللاعبين، وبالتحديد أيمن أشرف وأحمد فتحي، لأن هناك على الأقل محمد هاني أفضل من أحمد فتحي. أما في قلب الدفاع فأنت عندك في محمد عبد الغني في الزمالك كويس، في احمد ايمن منصور، ده حتى كمان في الاتحاد السكندري في محمود رزق. الصاروخ الثالث معانا النهارده، وهو خلوا بالكم يا جماعه من المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي في مرحله حرجه وصعبه جدا، هيلعب بطوله افريقيا ان شاء الله الشهر القادم هنا في مصر، وطبعا دي المؤهله لاولمبياد طوكيو 2020. مصر مع مالي والكاميرون وغانا مجموعه صعبه جدا بصراحة. منتخب مصر الأولمبي غير مطمئن في تجاربه الودية كلها، وبالأخص آخر تجربتين مع جنوب أفريقيا، لا شكل لا طعم لا لون. كفاية أقول لكم إن عمار حمدي كان بيلعب باك رايت في مباراة جنوب أفريقيا الأخيرة. الصاروخ الرابع معانا والأخير، مصر بتفوز على بتسوانا 1-0 في المقابل، الجزائر بتفوز على كولومبيا 3-0 في المقابل، نيجيريا والسنغال اتعادلوا مع البرازيل كل واحد فيهم 1-1. كده صواريخنا خلصت. معانا خبر عاجل وحصري للكرة مع الشنطوري، وهو تأجيل لقاء القمة ما بين الأهلي والزمالك اللي كان مقرر للسبت القادم لدواعي أمنية. طبعا ما نقدرش نتكلم طالما الأمن أقرب ذلك، فطبعا محدش يقدر يتدخل ولا يتكلم، ولكن نرجو من المسؤولين إن يعني نحاول ان احنا نساعد بعض ونحاول نرجع جمهور شويه بشويه، ومفيش مشكله خالص لو كان ينفع طبعا ان المباراه حتى لو تتلعب بدون جمهور علشان الدوري يكون منتظم ويبقى مفيش تاجيلات زي ما الكابتن او الاستاذ عمرو الجناني كان صرح قبل بدايه الدوري، ولكن ما باليد حيله، دي تعليمات امنيه وكلنا طبعا لازم نلتزم ونحترم التعليمات الامنيه. اول اخبارنا المحليه، وهي الزمالك بعبع افريقيا لكره اليد بعد فوزه بدوري الأبطال الأفريقي للمرة 12 في تاريخه، وهو رقم قياسي أفريقي. هنطلع نشوف تهنئة من البرنامج أو فريق عمل البرنامج لنادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك والجهاز الفني واللاعبين ومجلس الإدارة، ونرجع مرة تانية استنونا.
مليون مبروك لنادي الزمالك مره تانية، والجمهور والمجلس ادارته بقياده المستشار مرتضى منصور، وللجهاز الفني واللاعبين الابطال كوماندوز اليد ابطال افريقيا، او بمعنى اصح اسياد افريقيا، 3 مرات ورا بعض 2017 2018 2019. نادي الزمالك هو النادي الوحيد في افريقيا في كره اليد اللي فاز مرتين 3 مرات متتاليه. طبعا كان اخرهم الفوز على سبورتنج 32 31 في مباراه قويه جدا حقق فيها الزمالك ما يشبه المعجزه في الدقيقه الاخيره، بعد ان كان سبورتنج متقدم 28 25، ولكن اراده الزملكاويه كانت اقوى واكبر من لعيب سبورتنج اللي كانوا بداوا في الاحتفال من على دكه البدلاء في الدقيقه الاخيره، ولكن نجح وسام نوار في احراز هدف التعادل في الثانيه الاخيره من المباراه. طبعا ما ننساش احمد الاحمر نجم نادي الزمالك ونجم منتخب مصر. احمد الاحمر للي ما يعرفش هو الهداف التاريخي المصري في كاس العالم. احمد الاحمر للي ما يعرفش هو هداف كاس العالم للانديه. احمد الاحمر للي ما يعرفش هو اكتر لعيب مصري تاريخيا متوج بالقاب قاريه بعدد 19 لقب. اخيرا الزمالك بعبع افريقيا في كره اليد عن جداره واستحقاق، وهي اغلى بطوله في تاريخه. قبل ما ندخل على استعدادات نادي الزمالك عايز اقول لحضراتكم ان زي ما بننتقد اي حاجه خطا بتحصل من مجلس اداره الزمالك لازم كمان نشيد بمجلس اداره نادي الزمالك لما بيكون في بطولات وانجازات. نادي الزمالك هذا الموسم مع المستشار مرتضى منصور، وده من حقه ان الناس تعرف، احرز دوري كره السله، احرز دوري كره اليد، احرز 2 بطوله افريقيا لكره اليد، فاز بالسوبر المصري لكره اليد، فاز بكاس الكونفدراليه لكره القدم، فاز بكاس مصر لكره القدم، وكمان فاز بالبطوله الشرفيه كاس السوبر المصري السعودي، وكمان عنده كره القدم هيلعب سوبر مصري مع الاهلي، طبعا اللي خسروا ده كان بتاع السنه اللي فاتت، وكمان هيلعب سوبر افريقي مع الترجي. اذا انجازات المستشار مرتضى او مجلس اداره الزمالك هذا الموسم بالتحديد تتحدث عن نفسها. نتمنى التوفيق لنادي الزمالك وكل الانديه المصريه. اهم اخبار نادي الزمالك معانا وهي عوده الفرصه الشقيه مصطفى فتحي بعد غياب كبير ومشاركته في مباراه المنيا اللي فاز بيها الزمالك 4-2 ومساهمته في الهدف الرابع، ونقول له الحمد لله على السلامه يا مصطفى. وللاكيد ولحضراتكم انتم عارفين ان كل اخبار نادي الزمالك تقريبا كلها عوده عوده عوده. النهارده كمان عوده المهندس هاني زاده، بنقول له الحمد لله على السلامه بعد ما انتهى موضوع الضبط والاحضار. كمان عوده فرجاني ساسي وحمدي النجاز من تونس بعد مشاركتهم مع منتخب تونس في مباراه الكاميرون، برضه بنقول لهم الحمد لله على السلامه. وكان طبعا حضراتكم عارفين حرب السوشيال ميديا المنتشره حاليا واللي بتهدد الناديين الكبار، اخبار هنا اشاعات هنا اكاذيب هنا محاولات افتراء هنا وهناك، قال لك النجاز هرب، قال لك فرجاني ساسي بيطالب بزياده عقده يا اما مش جاي، قال لك طارق حامد مش هيرجع، كله كلام كذب طبعا بتاثر في الناديين. والسوشيال ميديا دلوقتي بقت ليها يعني واسعه وقويه جدا وبتاثر فعلا في الجمهور، وبالتالي نرجو ان يبقى في تنظيم لموضوع السوشيال ميديا ده لانه بيقلل من شعبيه الانديه وبيعمل اشاعات كتير. كده اخبار نادي الزمالك معانا خلصت، هنخش بقى على اخبار النادي الاهلي. من اخبار النادي الاهلي واستعداداته طبعا لمباراه القمه اللي تم تاجيلها رسميا، فالنادي الاهلي بنقول برضو لمحمد محمود نجم الاهلي الغائب منذ 10 شهور لاصابته بالرباط الصليبي، بنقول له الحمد لله على السلامه. مشاركته في مباراه الاعلاميين بعد غياب 10 شهور الحمد لله على السلامه يا محمد، وان شاء الله ترجع احسن من الاول. كمان وليد ازارو بيعود من الاصابه وبيسجل هدف في فوز الاهلي على الاعلاميين. كمان من اخبارنا ان النادي الاهلي رفض ان الجانب التونسي او النجم الساحلي التونسي يسدد غرامه سليمان كوليبالي اللاعب الهارب من النادي الاهلي بالعمله التونسيه. طبعا النادي الاهلي الحكم ليه بالدولار وهو طبعا عاوز بالدولار وده حقه. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي برضو وكل الانديه المصريه، وكنا نتمنى طبعا ان يكون في مباراه قمه يوم السبت القادم، ولكن غيرها في غيرها ان شاء الله. منتخب مصر مع الكابتن حسام البدري. منتخب مصر امبارح عشان برضو الناس ما تحاولش تظلم الكابتن حسام قدم مباراه انا شايفها مش وحشه مش بطاله بمعنى اصح. كابتن حسام ماسك بقاله 3 ايام او 4 ايام ما نقدرش نحكم عليه ولا نشيله شيله مش بتاعته. كابتن حسام البدري مستلم فرقه تعتبر منهاره خارجه على ملعبها في بطوله افريقيا من دور ال 16، لسه الراجل بيجرب بيجي يختار لعيبه. انا مش شايف ان الكابتن حسام اختار حوالي 80 85% من افضل فعلا اللعيبه اللي موجوده في مصر، يعني باستثناء 3 او 4 لعيبه
اللي احنا بنتكلم فيهم كان ممكن يبقى فيه افضل. غير كده انا شايف ان الكابتن حسام فعلا كان مختار لعيبه كويسه، ولكن في حاجات بقى احنا ممكن نوجه فيها بعض الارشادات للكابتن حسام البدر، زي ليه حضرتك بتلعب عبد الله السعيد 70 دقيقه وانت معاك محمد مجدي قفشه؟ هل انت مش عارف امكانيات عبد الله السعيد؟ المفروض انك تدي قفشه فتره اكبر، وبعدين ممكن تنزل عبد الله السعيد مفيش مشكله، او حتى لو ما نزلتش عبد الله. طبعا تحيه لنجوم مباراه امبارح، عبد الله جمعه في اول مشاركه رسميه ليه مع منتخب مصر، لعيب راجل، لعيب فدائي، عنده حماس، عنده غيره، لعيب كويس جدا. طبعا حمدي فتحي مكسب كبير لمنتخب مصر، ويمكن اثبت نجاح في الشوط الثاني لما نزل مع طارق حامد اكتر من النني، وطبعا انتوا عارفين النني بيعمل معانا ايه. كمان التجربه اثبتت ان احمد حسن كوكا لا يصلح لقياده هجوم منتخب بحجم منتخب مصر للامانه، يعني اخذ اكتر من فرصه ولكن لا يصلح. التجربه كمان اثبتت ان عمر السعيد برضو ليس هو المهاجم الامثل لمنتخب مصر. برضو انا عايز اقول للكابتن حسام البدري، احمد فتحي 35 او 36 سنه، هتاخد منه ايه وهيديك ايه؟ ليه ما تمش ضم محمد هاني افضل ظهير ايمن في الدوري المصري حتى الان؟ ليه رجب بكار ما بداتش بيه المباراه؟ ليه؟ كلها علامات استفهام. هي دي بقى الحاجات اللي احنا ممكن نسال فيها الكابتن حسام، لكن احنا ما نسالوش عن الانسجام والاداء والخطه، كل ده لسه مرحله تجربه اول مباراه. في ناس هتقول لك السنغال راحت لعبت البرازيل ونيجيريا راحت لعبت البرازيل، هقول لهم معلش يا جماعه، لو الكابتن حسام البدري انا موافقه تماما ان هو لعب مع بوتسوانا ما لعبش مع البرازيل، ليه؟ لو راح لعب البرازيل النهارده بعد 3 ايام من استلامه المهمه مع فريق كان منهار، مع لعيبه بتتجمع لاول مره واتغلب 3 او 4، الجمهور كله هيهيج عليه وهيتشال. هيتشال في ساعتها، هو هيبقى استفاد ايه؟ مش هيستفيد حاجه. وبالتالي هو عمل الامن، خد السيفتي الامان لنفسه طبعا والمنتخب مصر، ان هو برضه يحافظ على معنويات لعيبته ان هي تكسب اول مباراه وديه، الحاجات دي برضه بتفرق مع اللعيبه وبتفرق مع منتخب بيتجمع لاول مره ككل. فطبعا زي ما بقول لحضراتكم هناك بعض علامات الاستفهام احنا قلناها، ولكن كابتن حسام البدري نحن نثق في شخصك تماما وندعمك، وان شاء الله على ايدك مصر هتتاهل لمونديال 2022 في قطر باذن الله. معانا تليفون. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن محمد ازي حضرتك؟ الله يخليك. ازيك يا باشا، عامل ايه؟ مبارك، الف الف مبروك وربنا يوفقك ان شاء الله في برنامجك. استاذ محمد عبد الرحيم. ايوه حضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. ازيك حضرتك يا كابتن؟ وان شاء الله مزيد من التفوق وربنا معاك يا كابتن. ربنا يخليك. ربنا يبارك لك. طبعا كنت عايز اسالك سؤال، لو الماتش ما كانش اتاجل توقعاتك للماتش كانت هتبقى ايه؟ الفرقتين حبايب ان شاء الله. ان شاء الله. رايك في تجربه المنتخب امبارح يا محمد؟ انا شايف ان الحكم على الجهاز متاخر جدا، على الاقل نستنى 4 او 5 ماتشات، بس هو في علامه استفهام على الجهاز المعاون رسمي، محمد بركات، احمد ايوب، طارق مصطفى، الثلاثه يعني ايه ملامحهم مش واضحه خالص. الكيميا عايز تقول مش راكبه خالص. محمد بركات، انا اهلاوي متعصب على فكره، بس محمد بركات ليه يبقى مدير منتخب؟ ليه؟ عمل ايه محمد بركات ان هو يبقى مدير منتخب؟ كابتن احمد ايوب طبعا ملازم للكابتن حسام البدر على طول، بس الكابتن طارق مصطفى، طب ليه وجود طارق مصطفى؟ ايه التفاعل ما بين طارق مصطفى واحمد ايوب في جهاز حسام البدري؟ انت عايز الصراحه يا محمد؟ قول يا باشا. الكابتن طارق مصطفى والكابتن ايمن طاهر كانوا شرط اساسي عشان الكابتن حسام البدري يتولى المهمه، لابد من وجود 2 زملكاويه في الجهاز طبعًا عشان أكيد التوازنات. طبعا التوازن، ودي لعبه غلط، مش في منتخب مصر يا جماعه، مش في منتخب مصر خالص. ودي ابرز العيوب، وده هيبقى خطا في سقوط في سقوط الجهاز ده. ربنا يستر يا محمد، وان شاء الله نتمنى التوفيق ليك والمنتخب مصر وكل المصريين. اشكرك يا حبيبي، اشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. مشكورك. مشكورك. المنتخب الاولمبي، زي ما قلنا في البدايه ان المنتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب خاض العديد من المباريات الوديه استعدادا طبعا لبطوله افريقيا اللي هتتعمل الشهر القادم، ولكن المنتخب الاولمبي ما حسناش بانسجام او تعاون على الرغم ان هم لعبوا اكثر من 10 ماتشات وديه، على الرغم من ان في نجوم كبار جدا في المنتخب الاولمبي. يمكن انا شخصيا شايف ان المجموعه الموجوده في المنتخب الاولمبي لو شلنا من المنتخب الاول محمد صلاح يبقى المنتخب الاولمبي هيبقى اقوى. عندك رمضان صبحي، عندك مصطفى محمد، عندك محمد صادق، عندك احمد ياسر ريان، عندك احمد حمدي، عندك طاهر محمد طاهر، عندك حتى حراس المرمى محمد صبحي، عمر صلاح، عمر رضوان. لا انت عندك منتخب بصراحة، عندك منتخب، لكن احنا لحد دلوقتي بصمة الكابتن شوقي غريب مع منتخب الأولمبي لحد دلوقتي بصراحة ما ظهرتش.
نتمنى طبعا من الله انه يوفق المنتخب الاولمبي والكابتن شوقي غريب في بطوله افريقيا ونصعد لاولمبياد طوكيو 2020. الخبر اللي معانا بعد كده نادي، معانا تليفون تاني مداخله من الكابتن جمال بشير الخبير التحكيمي السكندري الحكم الدولي الكبير. كابتن جمال السلام عليكم، ازيك يا استاذ محمد؟ وعليكم السلام، مساء الشنطره يا كابتن جمال. مساء الشنطره يا كابتن محمد. حبيبي انا بس قبل ما ابدا في اي حاجه عايز اقول لك الف مبروك. الله يبارك فيك يا حبيبي. ومش عايز، انت عارف ان انا مصر كلها تعرف ان انا مش مجامل ده طبعا، انما ده انت هتستاهل اكتر من كده. ربنا يخليك. والبرنامج ده انا كنت بتمنى اشوفه في قناه فضائيه نتيجه مجهود كبير في كل مناسبه من المناسبات في اسكندريه بالذات، كنت بشوفك وكنت بقول الراجل ده ازاي بعيد عن الفضائيات، ده اكبر بكتير جدا من هو يبقى جوه السوشيال ميديا في حاجه ضيقه. لانك انت للامانه مجهود كبير جدا وراجل بتحفر في الصخر وبتقدم حاجات كبيره جدا، بدليل انك انت دلوقتي من 5 دقائق لسه منزل حصريا تاجيل مباراه الاهلي والزمالك اللي انا شفتها من نص ساعه كده في احد القنوات الكبيره وفي برنامج كبير، ان المباراه هتتلعب وفي ميعادها وحكام اجانب جايين. كلام محترم وكلام جميل من حضرتك طبعا، انت قيمه وقامه في مصر وكل يعرف الكابتن جمال بشير ويعرف اخلاقه وامكانياته وقدرته العاليه في التحكيم المصري، ولكن عايز احرجك بسؤال صريح على الهواء يا كابتن جمال لو تسمح لي. اتفضل. النادي الاهلي يا كابتن جمال عمل احتفاليه الحصول على درع الدوري ودعا تمام. كل من ساهم في حصول الاهلي على درع الدوري تمام؟ كويس. هناك يعني بعض الحكام ذهبوا لهذه الاحتفاليه ابرزهم الكابتن جهاد جريشه والكابتن محمد الحنفي والكابتن امين عمر. راي حضرتك ايه في ذهابهم للاحتفاليه دي؟ هي الاحتفاليه دي كانت عشان الناس اللي ساهمت في نجاح النادي الاهلي ياخد البطوله مش كده؟ اه طبعا. طب هو ايه اللي دخلهم في الموضوع ده اللي يوديهم؟ ما ده السؤال اللي انا بساله لحضرتك. اذا كانوا حكام عاملين فانا اعتقد ان الكلام ده مش كويس ومش صح، واعتقد لو الكلام ده وصل للكابتن جمال خندور اعتقد هيكون فيها تحقيق، انما اذا كانوا حكام متقاعدين فاحنا كحكام من كلمه حكام ملناش عندهم حاجه، لان انت معروف اصلا ان الحكم بعد ما بيخلص تحكيم وبيخلص تحكيم في مقتبل العمر يعني 45 سنه زي ما حضرتك عارف. أيوة. فبيتجه بعد كده كل انديه مصر او 90% من انديه مصر بتعين الاداريين والمديرين الاداريين ومدير الكره بيكونوا حكام سابقين، لان بيكون كل شغلهم قبل كده اداري. اللعيبه بتتحول الى مدربين، اما الحكام فبيتحولوا الى اداريين ومدربين. فاذا كان بعض اذا كانوا هم راحوا بعد اذا كانوا هم متقاعدين كان يبقى الامر مسموح بيه ومقبول، لكن اذا كان ان هم لا زالوا حكام عاملين فانا من وجهه نظري الشخصيه غير مقبوله. عموما يا كابتن جمال هم من حقهم حق الرد، يعني لو اي حد فيهم حابب يعمل مداخله يوضح موقفه او يوضح راح ليه او يقول ان هو حتى ينفي ان هو ما راحش فده طبعا من حقه، واحنا فاتحين لاي حد عايز يوضح موقفه. وسؤال اخير الاسكندرانيه بيساله لي واكيد ساله لك، الكوره بتاعه محمود علاء في مباراه الزمالك والاتحاد في الوقت بدل الضايع ضربه جزاء ولا مش ضربه جزاء يا كابتن؟ ما اتفرجتش على الماتش يا كابتن. حبيبي حبيبي يا كابتن. حبيبي. وصلت كده وصلت كده حبيبي يا كابتن كده وصل. حبيبي اشكرك شكرا جزيلا اشكرك. شكرا. من اخبار الاتحاد السكندري بقى، بما اننا كلنا اسكندرانيه يعني انا والكابتن جمال بشير والاتحاد طبعا سيد البلد، فهناك حالة جميلة قوي في اسكندرية من نادي الاتحاد هذا الموسم، انتصارين متتاليين في الدوري على المصري وعلى الجونة بهدف محمود رزق على المصري وهدف محمود رزق برضه على الجونة وضربتين رأس برضه. طبعا الاتحاد السكندري صعد للبطولة العربية لدور ال 16 وهيقابل المحرك البحريني، ولكن خبر جميل جدا عمله الأستاذ محمد بصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، خبر التعاقد مع شركة كورا ستاتس لتحليل الأداء هتساعد الكابتن طلعت يوسف والجهاز الفني في تحليل مباريات الانديه المنافسه لنادي الاتحاد، ودي خطوه يمكن موجوده في اكبر الانديه سواء المصريه او العالميه، وطبعا شيء جميل جدا ان نادي الاتحاد يكون احد او يتساوى بالانديه الكبيره دي، لان هو فعلا في الاساس هو نادي كبير بيقوده رئيس كبير ومعاه مجموعه محترمه من مجلس الاداره، وطبعا جمهور اسكندريه هو الجمهور الاوفى في مصر، الجمهور رقم واحد من وجهه نظري الشخصيه مع جمهور طبعا الزمالك والاهلي.
وطبعا الانديه الشعبيه الاسماعيلي والمصري طبعا، لان طبعا ده جمهور كلنا بنكن لهم كل الاحترام والتقدير. كمان مش بس كده، الاستاذ محمد مسلحي كمان جايب شركه سعوديه لتصميم الملابس الرياضيه لنادي الاتحاد، وهتعمل كمان ستور في نادي الاتحاد. طبعا كل الحاجات دي بيعملها راجل ناجح متواضع بيحب نادي الاتحاد وجمهور نادي الاتحاد بيحبه، ومعاه مجلس اداره زي ما بقول لحضراتكم محترم، وجهاز فني كفء ومحترم، وبنتمنى لهم ان شاء الله التوفيق ان شاء الله في قادم المواعيد. اخبارنا المحليه خلصت، ودلوقتي معادنا مع الكوره العالميه والحلويات والشنطريات والبدايه. 6 منتخبات اوروبيه تتاهل رسميا لليورو 2020 او بطوله الامم الاوروبيه. 6 منتخبات هم بولندا، روسيا، اوكرانيا، بلجيكا، ايطاليا، واخيرا منذ دقائق وعلى الهواء مباشره المنتخب الاسباني يحجز التذكره السادسه بعد تعادله مع السويد على ملعبها 1-1، وبالتالي 6 منتخبات رسميا صعدوا. ولكن هناك خساره لمنتخب اسبانيا ولمانشستر يونايتد وعشاقه، وهي اصابه الحارس ديخيا وخروجه من المباراه، واحتمال كبير غيابه عن ملعب الاولد ترافورد يوم الاحد القادم في الموقع الناريه، قد تكون الموقع الاخيره لأوليجنار سوليسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد في مواجهه ليفربول فخر العرب محمد صلاح. الف سلامه لديخيا، نتمنى التوفيق لمحمد صلاح، وان شاء الله ليفربول يحقق يوم الاحد الفوز التاسع على التوالي ويعادل رقم المان سيتي اللي هو 18 مباراه متتاليه في الدوري في انتصار. الخبر الثاني معانا وهو خاص بمنتخب السيليساو او السامبا البرازيلي. المنتخب البرازيلي ولعنه الكوبا امريكا تصيبه. منتخب البرازيل خاض 4 مباريات وديه بعد انتهاء الكوبا امريكا لم يفز في ولا مباراه. منتخب البرازيل خسر مباراه وتعادل في 3، وهذا الاسبوع اتعادل في 2 من الثلاثه زي ما قلنا في البدايه مع منتخب السنغال 1-1 ومع منتخب نيجيريا 1-1. وهناك ايضا خساره جديده للكره البرازيليه ولمتعه كره القدم وعشاقها نيمار المنحوس منذ ان خرج من البارسا او برشلونه، وهو يخرج من اصابه يدخل لاصابه، يخرج من اصابه يدخل لاصابه. والان غياب نيمار لمده شهر بعد اصابته في مباراه نيجيريا، وبنقول له ألف سلامة يا نيمار. الخبر اللي معانا بعد كده بيقول رونالدو وما أدراك ما رونالدو. ولما تتكلم عن رونالدو لازم تقف تعظيم سلام. رونالدو محطم الأرقام القياسية مع ميسي طبعا لعشاق ميسي. رونالدو يصل للهدف رقم 700 في تاريخه. رونالدو أحرز 700 هدف مع الأندية والمنتخب البرتغالي. رونالدو أحرز 5 أهداف مع سبورتنج لشبونة، 450 هدف مع الميرينجي ريال مدريد، 118 هدف مع المانيو مانشستر يونايتد، واخيرا 32 هدف مع اليوفي يوفنتوس. ولكن لا تنسوا ميسي، ميسي ايضا يقترب من هدف ال 700، ميسي يصل للهدف 672. الخبر اللي معانا بعد كده وهو راموس مدافع منتخب اسبانيا بمشاركته النهارده في مباراه السويد يصل للمباراه 169 متخطيا ايكار كاسياس حارس اسبانيا التاريخي بعدد 167 مباراة، ويصبح سيرجيو راموس هو أكبر لاعب مشاركة مع منتخب أسبانيا في المباريات الدولية. كمان معانا خبر حزين آخر لإليكسيس سانشيز نجم الإنتر المتألق هذه الأيام مع الإنتر، ولكنه أصيب في مباراة تشيلي مع كولومبيا في المباراة الودية اللي أقامت يوم الخميس الفائت. وطبعا للأسف الإصابة كانت إصابة قوية جدا في الكاحل، وتأكد غياب إليكسيس سانشيز لمدة 3 شهور عن الملاعب، وبرضه هنقول له الحمد لله على السلامة. والنهاردة أخبارنا العالمية أكترها إصابات للنجوم الكبيرة. طبعا النهاردة كان في حدثين تاريخيين. الحدث الأول وهو المنتخب السعودي وهو يواجه المنتخب الفلسطيني في القدس في تصفيات آسيا، وانتهت المباراة بالتعادل، وطبعا استقبال تاريخي للمنتخب السعودي في القدس، وطبعا كلنا مبسوطين وكلنا فرحانين إن السعودية بتلعب في القدس في الأرض العربية، أرضنا أرض فلسطين. الخبر التاريخي الثاني النهاردة وهو إقامة مباراة كوريا الجنوبية مع كوريا الشمالية في بيونج يانج في كوريا الشمالية في ملعب كوريا الشمالية، وهذا حدث تاريخي لأول مرة يلتقي الفريقين في ملعب كوريا الشمالية. ولكن للطرافة بقى في الموضوع إن كوريا الشمالية منعت بس المباراة، ولم يعني مفيش كمان تغطية إعلامية نهائي للمباراة. المباراة كانت بتلعب سرية تماما. المباراة انتهت بالتعادل بدون أهداف. كده أخبارنا المحلية وكورتنا العالمية خلصت. طبعا هنطلع
لتقرير مفاجأة عمله رئيس التحرير أحمد فوزي الشنطوري والنجم أو مدير البرنامج الكابتن شريف المغربي، عملوا لي تقرير بيقولوا مفاجأة، طبعا كان معمول بمناسبة مباراة القمة مع بعض الشباب، بيقولوا لي في مكان مفاجئ، الناس كلها بتصور في الشوارع والأندية لكن هم صوروا في مكان جديد، مكان مفاجئ، أنا كمان هتفرج زيكم بالظبط. هنطلع نشوف التقرير ثم نستقبل ضيفنا النهارده ونجم الحلقه الكابتن عبد الحميد شبانه. انتظرونا واوعوا تروحوا في اي حته. نتعرف بيك علي الحسيني. ايه رايك في مدرب الزمالك الجديد؟ والله هو يعني اوضاعه مش مظبوطه، ماتش لعبه كويس، ماتش لعبه وحش، ماتش لعبه متوسط، فاحنا مش فاهمين في ايه. وكان في مدرب كويس قوي في الزمالك هو هرب، ما اعرفش بقى من الاداره ولا هو هرب، مش عايز، مش عاجبه الفلوس ولا ايه. كان اسمه تشوكا، المدرب ده ما خسرش نقطه، لعب نص موسم كامل ما خسرش ولا نقطه، وكانت السبب اللي احنا خدنا الدوري كان تقريبا المدرب ده. يا ريت الزمالك يدور عليه ويجيبه تاني. رايك في فريق الزمالك الفتره الحاليه؟ والله فريق كويس جدا ويعتبر احسن فريق في مصر بصراحه يعني، بس مشكلته برضو المدرب واللعيبه برضو ساعات بتلعب ماتش كويس وماتش وحش، ما اعرفش فيه ايه برضو. توقعاتك ايه لماتش القمه؟ ماتش القمه انا اتمنى، لكن طبعا مفيش اي حد، مفيش توقعات ماتش القمه، كلنا بنتمنى اهلاويه زملكاويه كلنا بنتمنى ان الزمالك، انا عن نفسي كزملكاوي يعني اتمنى الزمالك يكسب. هيكسب بالمستوى اللي هو فيه دلوقتي؟ بنقول ان شاء الله، بنقول يا رب. هنقول ايه طيب؟ شكرا. تعرف بيك فاروق احمد. رايك في نادي الزمالك الفتره الحاليه مع المدرب الجديد؟ مستوى برضه مش ثابت وبيتغير من ماتش لماتش، واعتقد ده بسبب الاداره اكتر يعني. توقعاتك لمباراه القمه القادمه؟ ان شاء الله الزمالك يكسب. شكرا. تعرف بيك محمد يسري. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. توقعاتك ايه لمباراه القمه القادمه؟ توقعاتي ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0 ونشوف ماتش كويس يعني. شكرا. نتعرف بيك وليد غريب. اهلا وسهلا. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اتحداوي. اتحداوي زي الفل. تتوقع ايه لماتش القمه ان شاء الله؟ الاهلي ان شاء الله يكسب باذن الله. اكيد باذن الله. شكرا. عفوا من تحت. محمود تيمة. اهلا وسهلا. اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. توقعاتك ايه لماتش القمه؟ الاهلي يكسب 3-0 ان شاء الله. شكرين اهو. مره ثانيه بعد التقرير الجميل اللي شفناه اللي عمله احمد فوزي الشنطوري والكابتن شريف المغربي، وبشكرهم شكرا جزيلا. ودلوقتي معادنا بقى مع نجم الحلقه، نجم مصر والنادي الاهلي، كابتن عبد الحميد شبانه. بنرحب بيك، شرفتنا ونورتنا يا كابتن. حبيبي يا استاذ محمد، شرف ليا ودايما مميز كده، وان شاء الله تبقى حلقه مميزه ان شاء الله باذن الله. الشنطر عليك حبيبي. جاهز؟ ان شاء الله باذن الله. وده دلوقتي ميعادنا مع، هناخد سؤال الحلقه وهناخد تعليقات بعض الناس، الجمهور بتاعنا اللي بيعلق معانا على صفحتنا على البيج على الكوره مع شنطوري، وحضرتك هترد لنا عليه ان شاء الله باذن الله. ما رايك في التجربه الاولى لمنتخب مصر مع حسام البدري امام بوتسوانا؟ تعال نشوف راي الجمهور قال ايه. الاستاذ ايمن عثمان بيقول غير راضي عن كل حاجه، الاداء والتغيرات والروح في الملعب والتوجهات من خارج الملعب. اكيد. رايك ايه، تعليقك ايه بسرعه على اللي هو قاله؟ مفيش، هو عنده حق طبعا يعني، مفيش ملامح يعني. انا شايف ان يعني المنتخب يعني منه مثلا مش ما بيعملش مثلا فرقه جديده ونفس نفس اللعيبه هي بتاع بطوله افريقيا، او مثلا ما دخلش عناصر جديده، هي مثلا ممكن حمدي فتحي، مثلا احمد عبد الله جمعه، بس ما فيش برضو اللي هو الاداء يعني. مع احترامي لفريق بوتسوانا، فرقه ضعيفه جدا. انا هاجي لك في التحليل، انا عايز تمام تعلق على اللي هو عنده. انت موافقه؟ اه طبعا. طيب التعليق اللي بعد كده يا جماعه، مش جاهزين؟ الاستاذ رامي صلاح بيقول ده البدايه، لسه مش هنحكم دلوقتي. ده بيوافقك برضو؟ يا رب يا رب يبقى صحيح يعني. محمد الشلبي بيقول ربنا يستر، فكر عقيم وجهاز غير مؤهل، مفيش فايده. و يعني واضح من التعليقات يا كابتن ان محدش راضي عن المنتخب امبارح. اكيد اليوم حق طبعا، بس نامل ان يعني دي تبقى يعني لسه بدايه التعارف يعني، اول ماتش للجهاز الفني، فان شاء الله باذن الله يبقى اللي جاي احسن ان شاء الله باذن الله. سين سؤال جيم جواب، هل نقدر نقيم حسام البدري على الماتش بتاع امبارح؟ لا طبعا، لا صعب. سين سؤال جيم جواب، اختيارات حسام البدري الكابتن عبد الحميد شبانه راضي عنها بنسبه كام؟ يعني مثلا 60% 65%. انا عايزك في الحته الهجوميه، لان انت طبعا كنت تلعب تحت راس الحربه وراس حربه كمان. ايه رايك في الثلاثه المهاجمين اللي خدهم، احمد حسن كوكا وعمر السعيد وحسام حسن؟ هل دول الاختيار الانسب؟ ممكن يعني مثلا حسام حسن احسنهم.
انا ما بتكلمش في اختيارات احسن وحشين، انا بقول لك هل دول الانسب لمنتخب مصر؟ لا طبعا، لا لا طبعا. انت شايف مين افضل كان ممكن يكون موجود في المنتخب؟ هو ممكن مصطفى محمد بس مع المنتخب الاولمبي دلوقتي، يعني مثلا حسام حسن هو نمره واحد في مصر دلوقتي. انا شايف مثلا خالد القمر، عمرو مرعي. عمرو مرعي لعيب طبعا يعني ما يكونش دلوقتي مثلا هيجيبه امتى يعني. فانا شايف ان هو بعيد يعني حته بالذات الالوان اللي اصلا عندها مصر، عندها يعني عقم تهديفي بقاله فتره يعني من بطوله افريقيا وقبلها في تصفيات وفي كاس العالم، فمش هنستنى كل ماتش ان صلاح ينقذنا يعني. اتمنى ان يضم الناس الجديده دي، طالما بيجرب بقى ومرحله جديده وبيبي في مرحله بناء فريق وكده، فلازم يضم الناس دي هشوفها امتى يعني. انت حضرتك مع لما يكون مدير فني جايب لعيب زي عبد الله السعيد معروف مش محتاج ان انا اجربه، ومعاه واحد تاني زي محمد مجدي قفشه لسه بيضم جديد لمنتخب مصر، انت مع ان هو يدي قفشه الاول ويشوفه، ولا يلعب عبد الله سعيد 70 دقيقه وبعد كده ينزل قفشه؟ المفروض اللي جاي يعني المستقبل هو القفشه يعني، انا بعد كده هقدر اعتمد على قفشه. فانا من يعني وجهه نظري ان قفشه هو ياخد الماتش كله. عبد الله سعيد شفناه في بطوله افريقيا وخلاص يعني، مع احترامي ليه لعيب كبير جدا طبعا، بس خلاص انا بشوف يعني اللي هبني عليه بعد كده، اللي هيفيدني بعد كده، فهو يعني قفشه نمره واحد يعني. انا شايف اختياري يعني مش موفق شويه ان هو يبدا عبد الله سعيد وقفش اخر ربع ساعه ولا اخر ثلث ساعه يعني. مفيش اجنحه في منتخب مصر يعني، هو ضم حسين الشحات وتريزيجيه، مفيش اجنحه في مصر؟ لا هو بيقول فيه ان رمضان صبحي وصلاح محسن هيجيبوا يلعبوا جناح، ف ومحمد صلاح، ف نتمنى يعني ان شاء الله باذن التجربه دي تبقى يعني حته بس تعارف يعني، لسه اول تجربه للمنتخب وحط ايده على نقط الضعف اللي فيها وقال في سلبيات، فهنبني عليها. محمد بركات قال في تصريحه في سلبيات هيبني عليها، فنتمنى ان شاء الله السلبيات دي ما نشوفهاش الماتش الجاي يعني. معانا مداخله تليفونيه من كابتن تامر عبد الحليم حبيبك، نجم الاسماعيلي السابق ومدرب حراس المرمى بنادي 6 اكتوبر. حبيبي. الو الو يا كابتن مصر. حبيبي يا كابتن تامر. حبيبي شبهنا. حبيبي يا فاكر والله. ازيك يا كابتن تامر؟ حبيبي يا استاذنا، وربنا يحييك على البرنامج المحترم ده. ربنا يخليك، شرف لينا. ومعاك نجم كبير طبعا. حبيبي يا كابتن طبعا. بتمنى لك التوفيق طبعا ان شاء الله. وبقول لك يا شباب انا شد حيلك كده، انت من اللعيبه المحترمه ومن اللعيبه الكبيره. تسلم يا كابتن. تشد حيلك كده ان شاء الله مع الفرقه، وانت شرف كبير لينا ان انت معانا انت والمرغني واللعيبه الكبيره الحقيقه في الفرقه، وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. كابتن تامر، بما انك بقى شرفتنا بمداخله تليفونيه، عايز اسالك ما رايك في تجربه المنتخب، منتخب مصر امبارح مع البدري امام بوتسوانا، رايك فيها ايه؟ والله رايي زي معظم الرسائل اللي بتجيلك والله، يعني التجربه مش عارفين نحددها هي تجربه كويسه ولا تجربه وحشه. مش عارف احددها، ممكن مش عايزين نحكم عليها بدري يعني، عايزين نسيب الراجل يشتغل، واحنا بندعم الراجل. كابتن حسام البدري قيمه كبيره جدا في التدريب، في عالم التدريب الحقيقه، فمش عايزين نحكم عليه بدري وندعمه بس مش اكتر يعني. رايك يا كابتن تامر في تاجيل مباراه القمه؟ لا انا مش مع تاجيل مباراه القمه، بس السيد المستشار الحقيقه لما قال انا هاجل، هو راجل فعلا طلع واجل، ورئيس اتحاد الكوره قال مش هنأجل، ودلوقتي طلع قرار ان هو تاجل. لا يا كابتن تامر، عشان كلامك كده بس، لا استنى بس، استنى ما تهربش مني، كلامك كده الناس بتفهمه غلط. انت كده معناها ان انت بتقول ان المستشار مرتضى هو اللي اجل المباراه يعني، اللي عايزه بيعمله. الكلام ده مش صحيح. التاجيل للمباراه بدواعي امنيه يا كابتن. لا ايه هي الدواعي الامنيه يا كابتن؟ ممكن تقدر تقول لي؟ لا ده اللي رد عليك بقى وزير الداخليه، مش الشنطوري. لا الشنطوري ملوش دعوه. هقول لك على حاجه، احنا لما بنحب نعمل حاجه احنا بنعملها. الراجل من اول يوم طلع حقيقه يعني، اول يوم طلع قال لك انا مش هلعب مباراه الاهلي، وهم فعلا نفذوا الكلام دوت. يبقى ده تقدر توصفه لي بايه؟ ممكن تقدر توصفه لي بايه؟ بدواعي امنيه برضه؟ لا مش بدواعي امنيه. فاحنا بنتمنى ان يبقى القرار دوت يبقى قرار حاجه تبقى هاديه للبلد. لو هو ده قرار عشان خاطر البلد تبقى هاديه، احنا اكيد نتمنى البلد تبقى هاديه طبعا. اشكرك يا كابتن تامر، شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله تكون موجود معانا ضيف في احد الحلقات القادمه باذن الله. حبيبي يا كابتن، اشكرك، اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. اشكرك يا حبيبي. اخر سؤال يا كابتن، حبيبي يا كابتن حميد، اخر سؤال في حته المنتخب مصر، هو خاص باحمد فتحي. تمام. انا دايما بقول في تحليلي لاحمد فتحي ان هو راجل كل العصور. اكيد. ولكن مش ده الوقت بتاع محمد هاني؟ اكيد الوقت ده محمد هاني يكون موجود في المنتخب بالزبط. بس برضو مع مراعاه ان لازم يبقى في حد ليدر في المنتخب يعني، حد قائد في المنتخب. انا اظن ان احمد فتحي وعبد الله السعيد دورهم الفتره الجايه زي ما كابتن حسام غالي في الاهلي
اخر فترات ان هو لازم اللي هو الروح والتوجيه وينقل خبراته للعيبه الصغيره. بس لا طبعا محمد هاني ما شاء الله عليه اي مستوى هايل مع النادي الاهلي فلازم يبقى موجود في المنتخب، بس برضه لازم احمد فتحي يكون موجود. طيب طبعا بما انك اهلاوي ولعبت في الاهلي انا عايز سريعا تقول لي رايك في مستر فايلر مع الاهلي حتى الان. هو بيقدم كره ممتعه بصراحه، بس برضه ما اقدرش احكم عليه الا مثلا في ماتشات مثلا افريقيا تقيل، يعني انا جايبه عشان بطوله افريقيا مش جايبه عشان دوري او كاس او كده، وماتشات مع احترامي كل الفرق المصريه يعني. انا شايف ان هو يعني غير يعني من طريقه لعب الاهلي، ومفيش الاهلي مش معتمد على النجم دلوقتي، في لعيبه كانت مع المدربين اللي قبل كده مش في مستواهم، لما اجي الاقي مدرب بيغير بيطور في مستواهم اشوفهم زي ما هم كانوا متالقين قبل كده، لا يبقى في حته النفسيه عنده كويسه جدا، حته التدوير عنده كويسه جدا، التدوير بيحصل ومفيش تاثير في المستوى بتاع الفرقه يعني. كابتن عبد الحميد انت كنت مع رحيل لاسارتي ولا كنت مع بقائه؟ لا رحيله طبعا. رحيل. لا رحيله طبعا. ده تصريح رسمي منك ان انت كنت ضد بقاء مستر لاسارتي. لا المدرب مع احترامي الاهلي بينجح اي حد. الاهلي والزمالك يعني كمان بيراميدز يعني ناس موفره كل حاجه. يعني ممكن الاهلي زياده او الزمالك زياده شويه عشان جماهيريا كمان. فما يجي مدرب ولسه يعني ويجي بقى تبريرات وحاجه، لا انت جاي عارف مين الاهلي ومين الزمالك، فلازم من اول يوم او مش هقول لك من اول ماتش يعني اول فتره لازم الاقي حاجه ملموسه تغييرات عن اللي قبله. فلما الاقي حد بيقول مبررات وانا اصلا مش جايب اللعيبه، لا اصلا انت مش جاي على فرقه بتلعب في الدرجه الرابعه يعني. فلازم يبقى في تغييرات، فانا شايف من اول يوم فايلر يعني مقدم مستوى هايلي يعني، فان شاء الله باذن الله اتمنى بقى في بطوله افريقيا يورينا المستوى ده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. معانا بقى فقرتنا النهارده فقره جديده اسمها الطاير مع الشنطوري، عباره عن مجموعه من الاسئله هنشوفها مع بعض على الشاشه وحضرتك هتجاوب هتختار اختيار بدون اي تعليق. ان شاء الله باذن نبدا الله. السؤال الاول معانا. اتفضل. السؤال الاول، من هو افضل لاعب في تاريخ مصر؟ هل هو محمد صلاح ولا الخطيب ولا ابو تريكه؟ الخطيب. الخطيب. السؤال الثاني، من هو افضل مدير فني في مصر حاليا؟ حسام البدري ولا حسام حسن ولا طلعت يوسف ولا حضرتك عندك اختيار رابع؟ حاليا دلوقتي ايهاب جلال. ايهاب جلال. انت خدت اختيار رابع. تمام. من هو افضل لاعب في الدوري المصري حاليا؟ علي معلول. طارق حامد ولا علي معلول ولا لاعب اخر؟ علي معلول. علي معلول. طبعا انت اهلاوي. لا لا مش بعيد عن الهوا ولا زملكاوي. طارق حامد لعيب كويس جدا. بس علي معلول ليه ادوار دفاعيه وهجوميه وحلول يعني. السؤال اللي جاي ده سؤال صعب شويه عليك، من هو افضل رئيس مجلس اداره للنادي الاهلي في القرن ال21؟ هل هو حسن حمدي ولا محمود الخطيب ولا محمود طاهر؟ كابتن حسن حمدي. كابتن حسن حمدي. طيب توقعاتك من سيكون، لا من هو افضل لاعب في العالم، ميسي ولا رونالدو ولا صلاح ولا لاعب اخر؟ انا اتمنى صلاح بس هو ميسي. تمام. توقعاتك من سيكون بطل الدوري الانجليزي، ليفربول ولا السيتي؟ ان شاء الله ليفربول. ايهما افضل في قياده اتحاد الكوره، مجلس ابو ريده ولا مجلس الاستاذ عمرو الجنايني؟ وقبل التاجيل كان مجلس الاستاذ عمرو الجنايني، بعد التاجيل كله زي بعضه. حتى لو كان التاجيل ده دعوه امنيه؟ مفيش دعوه امنيه، انت لسه لاعب بطوله افريقيا وداخل على تصفيات افريقيا للمنتخب الاولمبي، فما فيش اسمها دعوه امنيه. السؤال اللي بعد كده بيقول، هل حسام البدري هو الاختيار الامثل في تدريب منتخب مصر؟ نعم ام لا؟ اتمنى نعم. تتمنى نعم يعني؟ لا نعم ولا لا. اتمنى يعني مش يعني مش يعني لو في اداء احسن فطبعا اقول نعم يعني، ان شاء الله باذن الله يبقى نعم يعني. تمام. السؤال اللي بعد كده بيقول، من سيكون بطل الدوري هذا الموسم؟ ما اعتقدش ان ده محتاج سؤال يعني. مفيش اجابه اخرى؟ الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز؟ الاهلي ان شاء الله. ممكن بلد حسين البلد. يا رب، انا يعني بحب الفرق الجماهيريه يا رب يعني ان شاء الله. السؤال العاشر طبعا هو كان خاص بلقاء القمه، توقعاتك بلقاء القمه اللي اتاجل هيتلعب ولا مش هيتلعب؟ اساله بقى السبب الامني والله. ان شاء الله باذن الله الاهلي يفوز يعني. معانا تويتر كانت للكابتن رضا عبد العال، يا ريت تنزلوها لنا. رضا عبد العال من الشخصيات الجميله جدا يعني. كابتن رضا عبد العال بيقول، واضح جدا ان الموسم ان ده انه موسم اسود على دماغ اللي خلفونا من قبل ما يبتدي. ليه بقى؟ لان هو طبعا خد كلام الكابتن طارق حامد اللي نزله في السوشيال ميديا، اللي هو قال ايه كابتن طارق حامد بيقول، انتظرت وصبرت كتير من اجل من احبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل لن اصمت مره اخرى. على ايه يعني؟ مثلا ان هو قعده مع الزمالك؟ عايز يعدل وكده تعديل، بس هو طلع نفى وقال لك لا انا ما اقصدش الزمالك. لا لو 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 نفى خلاص يعني ما اقدرش اقول حاجه، ممكن حد يعني نقل الكلام على لسانه ان هو مش قصده الزمالك يعني. انما لو هو الحقيقه يعني طارق حامد مع احترامي ليه يعني لعيب جامد جدا، بس من قبل ما يروح الزمالك كان لعيب عادي في سموحه يعني. ما جه الزمالك، الزمالك على مستوى زي اي لعيب في اهلي او زمالك بيجي مفروض كده يعني، اكيد طبعا الناس هتقدره، مش هقول الناس مش هتقدره يعني بالظبط، بس حته ان هو يعني
ان انا مثلا طالما الناس مقدراني ومش مقدرين اللي هو العالي قوي زي مثلا لعيب محترف، طبعا لعيب محترف طبعا بيبقى جاي اعلى من اللعيب المصري اكيد يعني عشان يفيد النادي ويفيد الدوري كمان عموما يعني، فان هو يطلع يقول مثلا حاجات على النادي او كده، فانا شايف انه لازم يبقى فيه عقاب يعني عشان يبقى مثال لاي حد يعني. تمام، عايز اخدك بقى في قضيه بتهمك طبعا، انت اهلاوي بتهمك جمهور الاهلاوي او الشارع المصري دلوقتي ان شاء الله. كهربا فين؟ هل هيجي الاهلي؟ هل عندك معلومه ان كهربا فعلا مضى للاهلي زي ما بيقولوا؟ انا عرفت ان هو مضى للاهلي. وهل انت شايف ان كهربا لو مضى للاهلي هو فعلا اختيار امثل؟ انا شايف الاهلي مش محتاج الحته بتاعه كهربا دي يعني، ان هو مش اختيار امثل، ان هو ممكن يعمل مشكله واسبب ازمه من غير اي حاجه. الله يفتح عليك. فانا شايف ان الاهلي محتاج مثلا، ممكن اكون مثلا في الدفاع ورا، الاهلي محتاج يعني في الحته اللي ورا يعني، انما حته مروان كهربا ما شاء الله الاهلي عنده يعني زخمه من اللاعبين الكويسين قوي قوي كمان يفرقوا مع اي حد. بس انا سمعت ان كلام ان اكيد يعني بنسبه كبيره الاهلي في الكهربا في الاهلي باربع سنين ونص يعني في 10 ايام. شايف انه هيبقى اضافه للاهلي؟ والله نتمنى، بس انا قلقان يعني من التجربه دي. طب شايف ان كهربا جنب صالح جمعه هيعيدوا تجربه انبي؟ مش في الملعب، خارج الملعب. لا 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 ان شاء الله باذن الله، والله اتمنى لهم التوفيق يعني، انت موجود في اكبر نادي في افريقيا وفي مصر، فاتمنى ان هو يجي يعني ما يبقاش فيه بقى الحاجات اللي هي بره الملعب دي تقلل يعني، ما شاء الله عندهم امكانيات كويسه جدا، فمش عارف ايه سبب الحاجات اللي بيعملوها بتقلل من مستواهم في الملعب يعني، فان شاء الله باذن الله يبقوا اضافه للنادي الاهلي لو موجود في النادي الاهلي، مش موجود في النادي ربنا يوفقه في نادي تاني يعني. رايك في ميتشو مع الزمالك؟ ده عيب الشعب المصري يعني، او بالذات يعني الناس اللي بتحلل في الكوره في مصر، ان ممكن ادي لحد اكبر من حجمه مع انه لسه ما بينليش حاجه يعني ماتش ولا ماتشين، ده مش مقياس لاي مدرب او اي لعيب كمان يعني، ده السبب ان احنا بنعلي اللعيبه قوي وبعدين نيجي نزعل منهم في الاخر، او بنعلي مدرب قوي ونيجي نزعل منه في الاخر ننتقده في الاخر، ما انت حسستني ان انا نجم الكوره المصريه. فانا شايف ان الاهلي يعني الزمالك، فعشان كده بقول لك مع فايدر مش عاوز يعني اقول لك مدرب جامد قوي الا لما اشوف بطوله افريقيا يعني، جايبه عشان بطوله افريقيا. فميتشو بعد ماتش بيراميدز هو بصراحه عاليه بيه خالص قوي، حسسوني ان هو احسن من فيريرا اللي خد دوري مع الزمالك، ده من احسن المدربين اللي ضربوا مع الزمالك يعني. لان اهم حاجه في المدرب شخصيه، فمع ميتشو يعني بعد بطوله كاس ادى اداء عالمي، بس برده نبص الناحيه الثانيه ان بيراميدز كان اقل مستوياته شفتها في النادي بيراميدز، والزمالك كان احسن كوره طبعا يعني، نجوم جديده عايزه تثبت نفسها، عايزه تبين لجماهير الزمالك. فانا بصراحه مش انا عذره، لان هم جماهير الزمالك او الناس في الزمالك حسسوه ان هو مدرب عالمي وهو لسه ما قدمش حاجه. بمناسبه الشخصيه ناخدها من كلام حضرتك، شفت تغيير خروج ايمن عبد العزيز من الجهاز ودخول عصام مرعي ازاي في شخصيه ميتشو؟ ولا اي حاجه، ما فيش جديد. انا شايف ان هو يعني مبرر ان هو يعني لا انا كنت متاثر، اصل مع احترامي يعني المدرب الاجنبي هو صاحب القرار الاول والاخير. لا انا بكلمك على شخصيته هو، ازاي مدير فني يقبل ان يسحب منه مدرب ويجي مدرب تاني؟ بقول لك ده يعني مش هقدر اقول تدخل من الاداره في الجهاز الفني، احنا بنتكلم على المدرب نفسه، المدرب نفسه شخصية ضعيفة تقبل القرار يعني معناها ايه؟ معناها ملوش شخصيه قويه في الفرقه يعني. ده تصريح على لسان اكيد طبعا باينه، اصل انا كل واحد خايف من ايه؟ اصل مع احترامي لاي حد، انا جهاز فني اخفق يبقى كل الناس اخفقت، ايه تغيير واحد ده السبب يعني ان هو سبب ان مثلا خسرت من الاهلي؟ هو يعني خسر الدنيا دي كلها؟ ايه السبب؟ مع ان كابتن ايمن عبد العزيز انا اعرفه يعني شخصيه محترمه جدا وبيخاف على النادي جدا وزملكاوي جدا، ايه يعني ايه اللي حصل؟ ايه الجديد اللي هتعمله يعني؟ مع احترامي طبعا كابتن عصام مرعي شخصيه كبيره ومحترمه، بس انا مش شايف يعني ايه الجديد يعني. اخر سؤال، تجربه بيراميدز بعد تركي آل الشيخ، المستشار تركي آل الشيخ، شايفها هتكمل وتنجح ولا مع مرور الوقت الاضواء هتنطفئ؟ لا هتكمل وهتنجح وهتخلي انديه ثانيه تنجح، هتخلي في طعم للدوري، لما تلاقي مثلا فرقه زي الاتحاد، فرقه زي المقاولين سنين في الدوري ولعبوا في بطوله افريقيا، وفرقه زي بيراميدز عشان جم بس زودوا الامكانيات شويه فبعدوا الفرق ما بينهم وبين المنافسه ما بينهم وبين الفرقه دي، فان شاء الله باذن الله يعني انا شايف انها تنجح وهتخلي فرقه ثانيه ناجحه وهتوصل لمستوى ان شاء الله يبقى مثلا خمس ست فرق تنافس على الدوري ان شاء الله باذن الله. كابتن عبد الحميد شبان شرفتنا ونورتنا، وتعدى معاك طار ما حشناش بيه، حبيبي يا استاذ محمد، على وعد بلقاء اخر ان شاء الله في الحلقات القادمه. بشكرك شكرا جزيلا، بشكركم اعزائي المشاهدين، يا رب نكون انا والكابتن عبد الحميد كنا ضيوف خفاف عليكم، ونكون قدرنا نوصل لكم اللي احنا عايزين نقوله، لازم ومهم وضروري
تنتظروا الحلقة الجاية إن شاء الله الثلاثاء القادم الساعة 12 مساء على قناة الصحة والجمال من الكورة مع الشنطوري. اوعوا تروحوا في أي حتة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.